نحن نحتاج اليوم يا إخواني ويا أخواتي إلى هذا المستوى من العلاقة مع حفيد الحسين عليه السلام، مع بقية الحسين عليه السلام، مع من يمثل الحسين عليه السلام، مع الامتداد التاريخي للحسين عليه السلام، أعني الحجة ابن الحسن المهدي بقية الله في الأراضين حفيد الحسين عليه السلام وإمام زماني، كما كان الحسين إمام زماني العباس وعلي الأكبر والقاسم وزينب وأم البنين وزهير بن القين وحبيب بن مظاهر. المهدي عليه السلام هو إمام زماننا. طيب، نحن نؤمن به، نعتقد به، لكن ما هي مستوى العلاقة القائمة بيننا وبينه؟ هل ترقى إلى مستوى الحب؟ وإذا كانت ترقى إلى مستوى الحب، أي مستوى من الحب؟ هل من نوع الحب الذي تحدث عنه الفوازدق، قلوبهم معك وسيوفهم عليك؟ هل دعاؤنا ونداؤنا لصاحب الزمان عليه السلام، دعاؤنا لله أن يعجل فرجه، ونداؤنا لصاحب الزمان أن يعجل حركته وظهوره، هو كوسائل أهل الكوفة أم كمواقف أصحاب الحسين ليلة العاشر؟ إلى أي مستوى إذا كان في قلوبنا حب، إلى أي مستوى يصل هذا الحب؟ هل يصل إلى مستوى التضحية ببعض العزيز فقط، أو بكل عزيز من أجل الإمام العزيز والإمام الحبيب وابن بنت رسول الله وبقية رسول الله وبقية الأنبياء والرسل والأولياء والأوصياء والعظماء وأحباء الله في هذه الأرض؟ شو طبيعة العلاقة القائمة بيننا وبين إمامنا صلوات الله وسلامه عليه؟ وهل تكثر الأسئلة؟ هذا المستوى من العلاقة مطلوب نشتغل لحتى نحصله ونقويه ونمتنه في زمن الغيبة، في زمن انتظار. هذا لا يحصل بالتمني، وإنما بالعمل، بالمجاهدة، بالمجاهدة الفكرية، بالمجاهدة النفسية، بالمجاهدة الروحية، يعني بتعبير عامي نشتغل على حالنا وعلى أنفسنا وعلى قلوبنا وعلى عواطفنا لنصل إلى هذا المستوى من العلاقة مع المهدي عليه السلام. اعتبار الوقت كتير ضاق، هختصر العناوين بشدة، اختصار شديد. أنا بدي كنت كاتب ثلاث عناوين أو ثلاث عوامل، ولا العوامل أكثر. واحد، المعرفة الصادقة. المعرفة الصادقة، عندما نعرف نحب. يمكن القول الحب على قدر المعرفة، الحب يأتي على قدر المعرفة، وبالتالي أن نحصل هذه المعرفة، أن نوسع معرفتنا بإمامنا عليه السلام لنزداد حبا له وتعلقا به. حتى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن عندما يسأل إلى رسول الله صلى الله، نحن مسلمين جميعا مسلمون، لكن قد ايه نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إلى أي مستوى من الحب؟ هل إلى مستوى من الحب حاضرون معه أن نقدم كل عزيز دفاعا عن رسول الله وكرامة رسول الله وعرض رسول الله ودين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو لا؟ نكتفي ببعض الكلمات وبعض المواقف. إذا تطلب منا الموقف، جاهزين نحن ولا مش جاهزين؟ هذا له علاقة بالحب، بالعشق. لما منزداد معرفة بالنبي، نعرف عظمته، عظمة أخلاقه، مكانته عند الله، درجته عند الله، مقامه عند الله، مقامه عند أنبياء الله ورسل الله جميعا. لما منعرف أن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم هو ولي نعمتنا، هذه الأمة الإسلامية اليوم، الأمة العظيمة، الأمة الكبيرة، وخصوصا هؤلاء العرب الذين كانوا ممزقين مشتتين، يعبدون الحجر ويأكلون الأعشاب ويتقاتلون من أجل غنمة أو سلب أو مشاكل، جعل منهم أمة عظيمة ما زالت حتى الآن. عندما نعرف
أننا إنما اهتدينا لهذا الدين ولهذا القرآن ولهذا الإسلام بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كتب لنا أن نكون من أهل الجنة فبفضل هذا النبي وعظمته وصبره وتحمله الشديد للأذى. عندما نعرف ذلك نزداد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المهدي عليه السلام، يجب أن نعرف المهدي، نزداد معرفة به لنزداد حبا له. ثانيا، العامل الثاني هو التواصل الروحي والنفسي. من يحب إنسانا يتذكره ولا ينساه، بس تنساه خلاص بيذهب بيروح من قلبك بالتدريج، يطويه النسيان من العقل ومن القلب. لما بتتذكره بيضل بذاكرتك بشكل دائم، تزداد حبا له وتمسكا به. من يحب إنسانا يذكره في محفل من محافل الناس، يلتذ بذكره. هلأ ما بدنا نضرب مثل على العشاق في كل زمان، خذوا أنتوا خلوا ببالكم، يعني بدون ما أنا أعمل قياسات أنتوا فيكم تعملوا قياسات. يلتذ بذكر حبيبه. من يحب إنسانا يسأل عنه، من يحب إنسانا يبحث عنه، يتتبع أخباره أحواله أقواله. شوفوا الأم اللي بيسافر وابنه رايح يدرس أو يتعلم أو يحج، بالليل وبالنهار ضل قلبه معه عقله معه. هلأ شو عم يعمل؟ فايق نايم، عم يأكل شو عم يأكل، مرتاح مريض معافى، هذا الحب. من يحب إنسانا ينتظره حتى يعود بفارغ الصبر. من يحب إنسانا يأنس به ويشتاق إليه. من يحب إنسانا يدعو له بالحفظ. من يحب إنسانا يزوره، يبحث عنه لزيارته ولو من بعد، بيبعث له رسالة، بيكتب له رسالة، بيحكمه على التليفون. من يحب إنسانا يتبعه ويمشي على خطاه. من يحب إنسانا يبكي لفراقه وللبعد عنه. طيب، هذا التواصل الروحي بيزيد الحب، بيخلي الحب جياش ويكبر ويتأكد. العامل الثالث والأخير اللي نحكي عنه، تطهير القلب وتزكية النفس. لأن هذا القلب الله سبحانه وتعالى خالقه هيك، مش زمان حكينا أن الله خلق الإنسان وهو بيعرف، هو عنده الكتالوج تبع هذا الإنسان. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان روح وجسد وعقل وقلب وكذا وعواطف ومشاعر وقوى وشهوات وأدرى به. الله سبحانه وتعالى لا يقبل من قلب الإنسان حبين، لا يرضى بحبين، إنه أنا بحب الله وبحب إبليس، ما بيزبط، أنا كذاب. إنه أنا أحب الله وأحب أولياء الله وفي نفس الوقت أنا أحب الدنيا، حب الله وحب الدنيا لا يجتمعان في قلب إنسان واحد، رجل أو امرأة، موجود بالأحاديث، ما بيجتمع. عندما أطهر قلبي من حب الدنيا، من التعلق بالدنيا، بأموال الدنيا، بزخارف الدنيا، بمداعب الدنيا، بمناصب الدنيا، بشهوات الدنيا، بأنس الدنيا ولهو الدنيا ولعب الدنيا، عندما يصبح قلبي نقيا صافيا أصبح عاشقا. القلب المدنس بحب الدنيا لا مكان فيه للحب الطاهر وللعشق النقي. انظروا إلى أصحاب الحسين عليه السلام، هؤلاء كانوا عشاقا بهذا المستوى لأنه لم يكن في قلوبهم مكان للدنيا. أما الحب المجتمع مع الدنيا ترك الحسين في وسط الصحراء، بل حمل السيف على الحسين يقاتله. إذن عامل الثالث هو تطهير القلب وتزكية النفس.